اهلا بحضراتكم في برنامجكم كن انت وحلقه جديده من حلقاتنا الخاصه في الدين النصيحه مع صحوه الوعي بحسن الخلق. وبناكد ونعيد ان النصيحه ليست الخطابه ليست الكلمه ليست اللسان ليست الفصاحه بل ان كل ذلك يحتاج الى نصيحه. فما هي النصيحه؟ النصيحه الخلوص الصدق البراءة الصفاء سلامة القلب سلامة التوجه لله عز وجل هذه النصيحة بهذا المعنى في قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح خالصة عشان كده اتخذنا شعار حلقات الدين النصيحة قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وكمان بناكد على ان لقاءاتنا مدروسه وسابقه الاعداد ومركزه ومن خلال النصوص اللي بنقدمها لحضراتكم من الايات القرانيه والاحاديث النبويه واقوال الصحابه على ان النصيحه بمعنى الخلوص والصفاء والنقاء وسلامه القلب والضمير هي الدين اللي صاحبه يلقى الله امنا يوم القيامه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وكمان هي الدين الإخلاص ده الصدق ده الصفاء ده سلامة السريرة هي الدين اللي تتعامل به مع الله عز وجل ومع خلقه في التعامل الآمن أيضا كما قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالَصُ نتكلم النهاردة عن النصيحة في وصايا عمر بن الخطاب في كلامه اللي بيوجهه لولاته اللي هم الولاه اللي بيبعتهم دوالي على مصر دوالي على الكوفة دوالي على البصرة دوالي على اليمن فكان بيبعت لهم رسائل ووصايا من اخلاصه عشان لهم نصيحته نصيحته يعني اللي جواه نصيحته يعني اخلاصه نصيحته يعني نقائه وصفائه اللي بيقدمه مش عايز منهم حاجه ده هو عاوز يطلع احسن ما عنده بيبعت لهم دي النصيحه فكان بيقول الرعيه من ضمن مقولاته وبرضه اللي يحب يرجع لمصنف ابن ابي شيبه فكل هذه الوصايا موجوده في مصنف ابن ابي شيبه بيقول الرعيه مؤديه الى الامام ما ادى الامام الى الله مره تانيه بيقول ايه بيقول للولاه بيقول للوالي للوزير على فكره الناس اللي تحت ايديك دول هيقدم قد ما انت تؤدي الى ربنا يا سياده الوزير على قد ما انت بتادي عملك لله هتلاقي اللي تحت منك هيادي بمقدار ما تقدم انت لله الرعيه مؤديه الى الامام ما ادى الامام الى الله عز وجل زي ما ورد في حديث الديالمي ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اينما تكونوا يولي عليكم زي ما انت بتدي على قد ما بتدي هتلاقي اللي تحت ايديك بيأدي نفس القدرة انت بتشتغل 24 ساعة هتلاقي اللي معاك بيأدي 24 ساعة بتشتغل 20 ساعة وهكذا هتشتغل خمس ساعات وهكذا انت بتشتغل بترائي رؤسائك هو برضو كذلك هيرأيك انت بتشتغل لوجه الله هتلاقي اللي معاك بيشتغل لوجه الله الرعية مؤدية للإمام ما أدى الإمام إلى الله. خدوا النصيحة التانية والوصية الثانية اللي بيقولها لولاته إن القوة في العمل عشان تبقى قوي في العمل وتقول أنا أديت عمل بقوة ألا تؤخروا عمل اليوم لغد إن القوة في العمل ألا تؤخروا عمل اليوم للغد فانكم اذا فعلتم ذلك تداركت عليكم الاعمال تراكمت فلم تدروا بايها تبداون ما ضيعتم مره تانية اظن كلام منطقي ان القوه في العمل يا سياده الوزير يا سياده المدير يا سياده الوالي يا سياده المحافظ ان القوه في العمل الا تؤخروا عمل يومي للغد ده شغل النهارده ينجز النهاردة ما يتأجلش البكرة فإنكم إذا فعلتم ذلك تداركت عليكم الأعمال تراكمت عليكم الأعمال فلم تدروا بأيها تبدأون ما ضيعتم النصيحة الثالثة بيقول لولاته كان بيسأله بيقول له يعني أنا أعمل حساب لمين لما الاقي حد جاي يطلب مني طلب معين فبيقول لهم اسمعوا إن وليت من أمر الناس شيئاً فلا تخف في الله لومة لائم وإن كنت من أمر الناس خلواً يعني أنت مش مكلف من الناس فأقبل على نفسك ومر بالمعروف ونهى عن المنكر يا سيادة الوالي يا سيادة المحافظ يا سيادة الوزير يا سيادة المسؤول يا سيادة المدير أنت توليت من امر الناس شيئا إذن لا تخف في الله لومة لائم ده انت اتعينت فلا تخشى في الله لومة لائم واما لو انت ما تعينتش ما كنت انت ما انتش مسؤول عن الناس وان كنت من امر الناس خلوا اي عن المسؤوليه ما مدير ما انتش وزير فاقبل على نفسك يعني اشتغل على نفسك فاقبل على نفسك ومر بالمعروف وانهى عن المنكر قل كلمة الخير وابع عن كلمة الشر شفتوا اجمل الوصايا بيقولها ايه بيقول يا مسؤول انت مسؤول مش انت مسؤول لا تخشى في الله يوم تلائم ما انتش مسؤول اقبل على نفسك واشتغل على نفسك ومر بالمعروف وانهى عن المنكر تعالوا نشوف الوصية اللي بعدها بيقول ايه عمر ابن الخطاب للولاه أيتها الرعية إن للرعاة عليكم حقا إيه الحق ده؟ الحق المناصحة بالغيب أيتها الرعية إن للرعاة عليكم حقا المناصحة بالغيب والمعاونة على الخير ألا وإنه ليس شيء أحب إلى الله عز وجل من حلم حلم يعني تؤدى من حلم إمام عادل ورفقه الحلم والرفق ولا جهل أبغض إلى الله عز وجل من جهل إمام جائر وخرقه خرقه بيخرق القوانين ويتجاوز ومن يأخذ بالعافية في من بين ظهريه يعني اللي ياخد بالعافيه من ورا ظهره من خلفه يعطى العافيه من فوقه يعطى العافيه من فوقه نعيد مره ثانيه أيتها الرعيه إن للرعاة عليكم حقا ايه له حق يا أمير المؤمنين؟ المناصحة بالغيب مش المناصحة بالمواجهة مش المناصحة بالمكاشفة المناصحه بالمكاشفه ممكن تحدث اضرار سلبيه شديده قوي. فانصحهم بالغيب والمعاونه على الخير. تحاول تساعدهم على الخير مش تدي امر لمن هم دونك دون ان تساعد والمعاونه على الخير الا وانه ليس شيء احب الى الله من حلم امام عادل ورفقه. خلي بالكم افضل شيء عند الله ايها الحكام ايها المسؤولين ايها الرؤساء ايها المديرين لا شيء احب الى الله عز وجل من حلم امام عادل ورفقه الحلم 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 والرفق الرفق كلمه طيبه شوفوا ربنا كرمنا كل اللي بنقوله ده بتشوفوه نموذج عملي في حياتنا النهاردة ورئيسنا العظيم اللي بنشوف كلماته وبنشوف تعبيراته وحديثه مع نجاحاته نجاح بالحلم بالرفق ولا جهل أبغض إلى الله عز وجل من جهل إمام جائر وخرقه بيخرق القانون بيخالف القانون بيخالف اللوايح وجائر كمان ومن يأخذ بالعافية في من بين ظهريه اللي ياخد بالعافيه والامان من خلفه يعطى العافيه من فوقه تعالوا نشوفوا اخر وصيه ذكرها عمر بن الخطاب للرعاة بيقول ان اسعد الرعاة من سعدت به رعيته الشعب اللي يحب المحافظ بتاعه اكبر شهاده المسؤولين او الذين يتعاملون مع الوزاره ويحبوا الوزير مش الموظفين امال مين؟ المنتفعين بالوزاره المنتفعين بالوزاره لما يبقوا فرحانين بالوزير هو ده الوزير اسعد الرعاه من سعدت به رعيته الوزير جاي يخدم الصحه فلما الناس تحمد ربنا بخدمه الصحه يبقى وزير الصحه يعرف نفسه انه من اسعد خلق الله وهكذا في التعليم وهكذا في التموين وهكذا في سائر المسؤولين ان اسعد الرعاه من سعدت به رعيته مش الموظفين والحاشيه لان الموظفين والحاشيه ممكن يكون لهم ده هم مسؤولين معاه ده الوزاره كلها اللي بيحاكمها الشعب الشعب اللي يقول الوزارة دي خدمتني والوزارة دي أعطتني الوزارة دي أكرمتني إن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته وإن أشقى الرعاة عند الله عز وجل من شقيت به رعيته وإن أشقى الرعاة عند الله عز وجل من شقيت به رعيته وإياك قبل ما أقول وإياك ديت آخر جملة أفكركم بحديث رواه مسلم عن ستين عائشة سيدنا النبي بيقول ايه؟ اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. نفسي اقول لكل موظف في الوزاره انت ممثل الوزير. مم نفسي اقول لكل موظف في ديوان المحافظه انت ممثل المحافظ. اذا انت يا موظف يا اللي في المحافظه ينطبق عليك نفس اللي بيطبق على المحافظ وانت يا موظف يلي في الوزارة ينطبق عليك ما ينطبق على الوزير ان اسعد الناس اللي الرعية فرحانين بيه واشقى الرعاة اللي الرعية زعلانين منه ان اشقى الرعاة عند الله عز وجل من شقيت به رعيته واياك ان ترتع فيرتع عمالك إياك أن ترتع تتجاوز إياك أن تتسامح في اللوايح والقوانين لو أنت تسامحت وغضي طرف يرتع عمالك وانتوا شايفين الفساد اللي في المحليات اللي على مدار عقود طويلة والنهاردة انتوا بتبنوا بلدكم من جديد شايفين الصعوبة جاية منين وإياك أن ترتع فيرتع عمالك خلي كل واحد أمين في مكانه ادي نصايح عمر بن الخطاب للولاة ومش هيفوتني اذكر حضراتكم بموضوع الحلقه الجايه باذن الله النصيحه في وصايا عمر لقضاته متعه متعه ده منظومه ذهبيه لكل من يريد معرفه العدل وكيف يقيم القضاء الامن لان الامن والعدل صفة خالدة أزلية خالدة ما بتتغيرش مبادئ النصيحة في وصايا عمر ابن الخطاب لقضاته يا رب دايما نلتقي ونشوفكم وانتم في أحسن حال